براقبتي 9 اولاد، بدير بالي عليهم. اولاد عمي 6 اولاد، وبنات ضرتي بنتين. بعد ما توفى جوزي تركتهم وراحت، وانا بدير بالي عليهم. وقت توفى جوزي كان عمر بنتي شهر. والله يقدرني على الشيء اللي عم بسوي معهم، انه انحرموا الام والاب. نحن بنكون 19 شخص بالخيمة، أنا وبناتي وولاد عمي وأهلي. وفاتحة بهالخيمة بسطة صغيرة، إنه شي مثلا حدا جاء ضيف فجأة لزمه شي فجأة بهالليل ما يطلع برا المخيم، إنه مثلا يجي على هالبسطة يلاقي اللي بده إياه من سكر من أكلات من بزر هيك شغلات. ربيهم ودير بالي عليهم من حمام ولبس وتعليم واكل وشرب، يعني عم بحاول انه أمله اللي بدهم اياه، مع انه ما في ولا جهه كفلانتهم. الشيء اللي بيقهرني مثلا انه يطلبوا مني العاب، اكله معينه، لبس جديد، يعني احيانا ما بحسن أمله اياه، وهذا الشيء يعني بحز بقلبي.